عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض اداء موازنه الهيئه المصريه العامه للبترول للعام المالي 2020-2021. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد ان الاجتماع تطرق كذلك الى خطه وزاره البترول لجذب مزيد من الاستثمارات، لا سيما مع ما تم اتخاذه من اجراءات وما تم اقراره من اصلاحات تشريعيه. كذلك تمت مناقشه الاثر الايجابي للمبادرات الرئاسيه التي تم العمل بها بشان تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي ستؤدي إلى إعادة صياغة أنماط الاستهلاك للمواطنين. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي أن جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، بشرط الاستيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي وخضوعها للفحص الفني مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بالرئيس التنفيذي لشركة كامن الأمريكية كريس نيلسون، إحدى كبرى الشركات في مجال تصنيع اللقاحات البيطرية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال عبد الوهاب إن اللقاء تطرق لبحث خطط توسعات الشركة في السوق المصرية وحل أي تحديات قد تواجه نشاطها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. قررت الحكومة بدء فترة التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي للعام الحالي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعان. شمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية التزام كل الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق عن التصفية. وأكد القرار على المحال التجارية التي سوف تشارك في التصفية بالحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم. تلقت الحكومة تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية حول تسلم محافظة الفيوم للمحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة يوسف الصديق، التي تأتي في إطار العقد الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات. هذا وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن المحطة تتسع لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميا، وتبلغ تكلفة إنشائها حوالي 25 مليون جنيه. وصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات شراء ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والأفراد المصريين. وصعد رأس المال السوقي حوالي 2,500,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 699,900,000 جنيه. هذا وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 10,769 نقطة. كما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2,714 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3,696 نقطة. أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي انخفض بنسبة 59.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 316,700,000 دينار، وهو ما يوازي حوالي 446,600,000 دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فرضت على حركة المسافرين. يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات من دائرة
شركه الاحصاءات العامه الاردنيه ان معدل التضخم في يونيو بلغ حوالي 1.77% على اساس سنوي.